قالوا الغنيمة الغنيمة، وبدأوا تيهبطوا، والقائد ديالهم عبد الله بن جبير كيقول لهم يا عباد الله اثبتوا واسمعوا كلام رسول الله. الحاجة اللي وصلنا عليها أننا ما نتحركوش من هذا الجبل واخا يوقع اللي بغى يوقع، ولكن ما غاديش يسمعوا ليه. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سلام الله عليكم أينما كنتم ومرحبا بكم في حلقة جديدة. أي واحد فيكم متابعني على الصفحة وما يكسلوش الفيديوهات ديالي، أنا كنقول لكم أنكم من جديد تلغيو الاشتراك وتعودوا من جديد باش يولي يوصلكم اي فيديو تنحط لكم. هذه اول حاجه. الحاجه الثانيه هي اي واحد عنده شي سؤال في السلسله نتاع سيدنا رسول الله من بدايه الحلقه الاولى الى الحلقه الاخيره يخلي لي الاسئله ديالو في التعليق، باش انا من بعد غادي نجاوبكم على الاسئله ديالكم كامله. اي حاجه ما فهمتوهاش انا غادي نجاوبها عليكم بما يتعلق بالسيره. اما النقطه الثالثه هي انكم شفتوا بحال تكاسلتوا على الاجابات على الاسئله اللي كنخلي لكم في اخر الحلقه، شفتكم بحال شي شويه عجزتوا. واما عن حلقه اليوم، هذه المعركه اول مره غادي نعرفها شخصيا بالتفاصيل ديالها، وتاكدوا بلي انه اي واحد عنده شي مشكل مع كلمه معركه بمعنى انه ما عارفهمش اولا ما باغيش يسمعهم حيت كيجيو شي حاجه تقال في هذه السلسله، كونوا اكيدين ان شاء الله انه غادي نوضح لكم كل شيء وما غيبقاش عندكم اشكال في معرفه المعارك، وغادي تبدل لكم النظره ديالكم تجاهها، وغادي توليو تستمتعوا وانتم كتسمعوها. واي واحد قال لكم معركه هذه غادي تعرفوها طايره. خلي ما تعطلش عليكم اكثر ونقول لكم لنبدا. خليناها فاش استعدوا الجيشان وتفرقوا في احد، وكل واحد منهم كيشوف في الاخر. 3000 ضد 700 مؤمن. المسلمين هدفهم انهم كانوا كيقاتلوا في سبيل الله، والكفر بالله كان الهدف ديالهم انهم يقاتلوا في سبيل الطاغوت. وها هي غادي تبدا المعركه. غيخرج واحد من المشركين ابن ابي طلحه اللي كان قوي وشجاع وكلشي كان تيعرفو على اساس انه بطل، اللي غادي يخرج كينادي شكون بغى يتقاتل. غادي يخرج عنده الزبير وقال ليه انا لك يا عدو الله. غادي تبرز واحد المبارزه اللي كانت حاميه، غادي يطيح ابن ابي طلحه وحط عليه السيف ودخلوا فيه. سيدنا رسول الله كبر والمسلمين حتى هما كبروا. قال رسول الله ان لكل نبي حواري. ناضوا المسلمين كيتعاركوا معهم وتيغوتوا الله اكبر الله اكبر. عاشوا مع العراق والقتال في سبيل الله. اما ابو دجاله اللي خذا السيف تاع رسول الله وكان فرحان به، تيقولوا الصحابه عرفنا بلي انه كان كيستحق هذاك السيف هذاك النهار، كان كيضرب هذا وكيقتل هذا. ابو دجاله تيقول على راسو بان لي فارس مثم كيحمي نساء المشركين. مشيت لعندو، لما وصلت هزيت السيف على راسو، فاش كشفت اللسام عرفت بلي انها هي امراه وكانت بنت عتبه. تيقول فاكرمت سيف رسول الله، يعني ما قدرتش نقتل به امراه في ديك المعركه، واخا هي كانت كتقاتل خليتها. اما اسد الله حمزه عم سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كان كيتقاتل بشراسه، واللي تيجي قدامه كان كيفضيها عليه. كل واحد من المقاتلين المسلمين كيسواو 4 ديال الرجال بقوه الايمان ديالهم اللي خلاتهم انهم يقاتلوا في سبيل الله وما يتراجعوش. واحد من المشركين ما كانش جا للقتال، ولكن جا خصيصا باش انه يقتل اسد الله. وحشي كانت المهمة ديالو أنه يقتل حمزة ابن عبد المطالب. وحشي اللي كان الثمن ديال قتل حمزة ابن عبد المطالب أنه يتعتق من أنه يكون عبيد وهو أصله من الحبشة. تيقول وحشي جهزت الحربة ديالي اللي كنت محترف فيها وكنقلب على فرصة في نقتل حمزة، وهو يبان ليا كيف شي جمل وسط المعركة وما خلى حتى شي مشرك إلا وصفها معاه. تيقول كنت كنتخبى من مورا الحجر ومن مور الشجر وكنتسنى غير شي فرصة حتى لقيتها، وخديت الحربة ديالي ورميتها في اتجاه حمزة بن عبد المطلب أسد الله ورسوله. تيقول من بعد ما ضربته غادي ينوض باش يجي لعندي، ولكن تغلب وطاح على الأرض. فاش عرفت بلي انه مات خديت الحربه ديالي وهربت من المعركه حيت كان الهدف ديالي هو نقتل حمزه. ديك الوقيته غادي ينتشر ما بين المسلمين خبر نتاع مقتل سيد النبي سيدنا رسول الله، ولكن كانوا كيتقاتلوا من اجل الله وما خايفين من حتى شي حاجه. ما بينهم كان واحد الراجل اللي سميتو حنظله، اللي كان ليله المعركه نتاع احد هي الليله ديال عرسو. لما سمع بالقتال غادي يركب على الخيل ديالو وغادي يسرع للمعركه وما غاديش يغتسل من الجنابه، غادي يخترق الصفوف حتى وصل عند ابي سفيان قائد ديال المشركين، وغادي يهز السيف باش انه يقتلو،
ولكن غادي يغدروه وغادي يطعنوه في ظهره، غادي يستشهد. وشافوا رسول الله ما بين السماء وما بين الارض كتغسلوا الملائكه، وتسمى من هذاك النهار حنظل الغسيل. باقي القتال مستمر، ودوك اللي حطهم رسول الله في الجبال تيحميو المسلمين. المشركون بداو تيهربوا وتيخليو من مراهم كلشي داكشي ديالهم حيت شافوا رؤوسهم تغلبوا. المسلمين هاد الوقيته غادي يمشيو كياخذوا لهم الغنائم ديالهم. والرومات اللي في الجبل لما شافوا هاد الحال قالوا الغنيمه الغنيمه، وبداو تيهبطوا. والقائد ديالهم عبد الله بن جبير كيقول لهم يا عباد الله اثبتوا واسمعوا كلام رسول الله، الحاجه اللي وصانا عليها اننا ما نتحركوش من هذا الجبل واخا يوقع اللي بغى يوقع. ولكن ما غاديش يسمعوا ليه، وما غادي يبقى الا قله قليله حتى فرحوا المسلمين بالنصر وقالوا صافي ربحنا المعركه. فاذا بخالد بن الوليد بان لي هذا المنظر، واذا به غادي يدور من مورا الجبل باش انه يمشي ياخذ ظهر المسلمين لديك البلاصه اللي كانوا فيها الرومات، وغادي تقتل المؤمنين كلهم. علاش؟ حيت هادوك نزلوا قال عليهم مولانا منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره، واللي بغى الاخره هما هادوك التلالق القليله اللي بقات. خالد بن الوليد غادي يستغل هاد الفرصه وغادي يخترق ظهر المسلمين، وغادي يدخل الفرسان ديالو لساحه المعركه تيقلبوا على رسول الله. رسول الله غادي يبان ليه المشركين اخترقوا الصفوف والمؤمنين مازال ما عاقوش، وصحابه كانوا بعادين عليه، شنو غادي يدير؟ فاذا به غادي يعيط عليهم من بعيد يا عباد الله هلموا اليه. غادي يسمع خالد بن الوليد رسول الله والمشركين وعرفوا اش من اتجاه كاين الحبيب، ومشاو تيجريو ليه باش انهم يقتلوه. وهنا ما كانوا عنده الا 7 من الانصار وزوج من المهاجرين. لما اقتربوا المشركين اللي كان العدد ديالهم كبير بالفرسان ديالهم، قال رسول الله لصحابه من يردهم عنا ولهم الجنه وهو رفيقي في الجنه. فاذا بواحد الانصاري غادي يجي يبغي يقاتلهم حتى تقتل، وجا الثاني وغادي تقتل، وكذلك الثالث والرابع حتى ماتوا 7 منهم. رسول الله كان على اليمين ديالو سعد بن وقاص، وفي اليسار ديالو طلحه بن عبيد الله. فاذا برسول الله غادي يصيفط النبال لسعد بن وقاص، بن وقاص تيقول رسول الله ارمي فداك امي وابي يا رسول الله. المشركين ها هما وصلوا لرسول الله وتيرميو بالحجاره والسهام حتى تجرح الوجه والجبين الشريف نتاع سيدنا رسول الله وسليه الدم. وها هو وصل ليه واحد من المشركين اللي كان على الفرس ديالو، رسول الله غادي يضربو في الدرع ديالو، ودخلت زوج الحلقات في وجه رسول الله. مسح الدم من وجهه وتيشوف في القوم وتيقول كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم. وغادي ينزل قول الله تعالى ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. تخيلوا هادشي كله، وقال اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. كانوا غادي يلحقوا على رسول الله وجمعوا عليه واحد المجموعه من الانصار باش يحميوه. قال رسول الله من للقوم؟ قال لي طلحه انا. قال لي اجلس يا طلحه. فاذا طلحه تيقول ما بقى غير طلحه، انا لهم يا رسول الله. قال ليه الان يا طلحه، الان يا طلحه. فاذا طلحه كيرجع المشركين على رسول الله حتى تقطعت صباعه، وقال حس اللي كانت كلمة ألم. قال لي رسول الله لو كان قلتي بسم الله لو كان هزتك الملائكة والناس كتشوف فيك. هذاك النهار طلحة تشللت يديه وكثر من 300 ضربة في الجسد ديالو، وكيقاوم باش أنه يحمي رسول الله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. كاع المشركين تيحاولوا باش أنهم يوصلوا لرسول الله باش أنهم يقتلوه، اما هو عليه الصلاه والسلام ما بقى داير به غير واحد التله قليله من المؤمنين كيدافعوا عليه من المشركين، حتى غادي يطيح في واحد الحفره والامام علي غادي يشد بيديه حتى خرجوا وعنقوا رسول الله اللي كان كينزف. كان رسول الله تيهز براسو باش يشوف شنو تيدير طلحه اللي كان كيحط صدرو على رسول الله ومعنقو تيقول نحري دون نحرك يا رسول الله، ما تهزش راسك باش ما يضربوكش القوم. شافوا ابو دجانه من بعيد ومشى مسرعا ليه وحط الجسد ديالو قدام رسول الله، والنبال غادي تشي فيه وما كيتحركش. هادشي كله حبا في رسول الله ودفاعا عنه. اما مصعب بن عمير كان هو اللي هز اللواء، غادي يوصلوا ليه المشركين وغادي يضربوه بالنبال، غادي يقطعوا ليه يديه اليمنى وهز اللواء بيديه اليسرى وقطعوها ليه حتى هي، ويهزوا بصدره وضربوا به الرماح. كل واحد فيهم كيقاتل كان عارف راسو انه غادي يموت، يعني كيعطي كل ما في جهده في سبيل الله وفي سبيل رسول الله. جات واحد اللحظه شي تخلط مع شي، وبعض المسلمين كيقتلوا بعض المسلمين وحد اخرين حيتاش كان تيصحاب ليهم راه من المشركين، ما بقاوش عارفين بعضياتهم، كلشي تخلط. وهنا كيغوت الشيطان ما بينهم ان محمدا قد قتل، ان محمدا قد قتل. ضعفوا المسلمين وفشلوا، البعض منهم اللي جلس تيبكي والبعض منهم اللي غادي يعتزل حيتاش الحبيب ديالو
مات ففشلوا وبداو كيتراجعوا. فاذا بانس بن النضر غادي يشوف المسلمين كيتراجعوا، قال لهم شو كديروا؟ قالوا ليه مات رسول الله. قال لهم شنو غادي ديروا في الحياه من بعد رسول الله؟ غادي ياخذ سيفه رمى كل شيء وتقدم صفوف المشركين. وبان ليه سعد بن معاذ، سولو شنو جلسك؟ قال ليه مات رسول الله. قال ليه شنو غدير في الحياه من بعد رسول الله؟ يا سعد ولريح الجنه اني اشمها، اني اجدها دون احد. غيهز السيف ديالو غادي يتقدم لصفوف المشركين وسيضربوا فيه، ومستمر مستمر كيضرب وكيقتل حتى غادي يطيح. هكذا بيع الصحابة رسول الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. هنا غادي يوصل واحد الرجل من المشركين اللي سميته أبي بن خلف، وعرف بلي أنه رسول الله لا راه ما ماتش. فإذا به غادي يوصل هذاك الفريق اللي كيحمي رسول الله، وسول فين هو محمد؟ لا نجوت إن نجا. هذا راه من المشركين. قالوا الصحابة لرسول الله نوضوا ليه؟ قال لهم لا، أخذ رسول الله الرمح ديالو وهو مجروح ومشى ليه ورمى عليه وصابوا في عنقه وبدا كيغوت، ومشى لعند القوم ديالهم تيقول لهم قتلني محمد قتلني محمد، وهو يموت. ها هو كل صف كيرجع للفريق ديالو، والمسلمون منهم اللي مشاو كيتحموا بالجبل، ومنهم اللي مع رسول الله، ومنهم اللي اعتزل، ومنهم اللي تقتل. اما المشركون بداو خدامين تيشوهوا الجثث. وها هي جات هند بنت عتبة، جثة حمزة بن عبد المطلب، غادي تاخذ ليه الكبد ديالو والاحشاء ديالو اللي غادي تخرجهم ليه، وغادي تقطع ليه ودنيه وكتشوه ليه الجثة ديالو حقدا على رسول الله وعلى الاسلام وعلى المسلمين. شفتوا الصحابه وآل بيت رسول الله شنو تحملوا علينا باش اليوم نقولوا حنا يا راه مسلمين؟ فهاد اللحظه المشركين كان كيسحب ليهم باللي انهم قتلوا رسول الله، ولكن هو كان ما بين صحابه ومعاه الامام علي اللي كان تيكب عليه الماء، وفاطمه اللي كانت كتغسل ليه الدم من على وجهه. ومنين شافت انا داك بلي انه الدم بغاش يحبس، غادي تشد واحد القطعه من الحصير غادي تحرقها وغادي تفرتتها وغادي تحطها على الدم باش انه يتوقف. اما ابو سفيان في جيش المشركين بغى يتاكد وقال افيكم محمدة؟ ما جاوبوش المسلمين. افيكم بن ابي قحافة؟ زعما ابا بكر، ما جاوبو حتى شي حد. افيكم عمر؟ ما جاوبو حتى شي حد. نض عمر وقال لابي سفيان قائد المشركين قد ابقى الله لك ما يسوءك. قال لي ابو سفيان بكل عز وغرور اعلوه بل، غادي يدور عند رسول الله يقول ليه ما نقول يا رسول الله؟ قولوا ليه الله اعلى واجل، وما يقولوها الصحابة. قال ابو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. رسول الله غادي يقول لهم اجيبوه، الصحابة غادي يقولوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قولوا له الله مولانا ولا مولى لكم. قال ابو سفيان يوم بيوم بدر. قال لي عمر لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلكم في النار. قال لي ابو سفيان خرج عندي يا عمر. خرج عنده قال ليه شنو بغيتي؟ قال لي انشدك الله، أمحمد حي فيكم؟ قال نعم وهو الان تيسمعك. قال لي ابو سفيان انت اصدق عندي من ابن طمئة، هذاك المشرك اللي كان نشر ديك الاشاعة بلي انه رسول الله مات، موعدكم في العام القادم في بدر. قال الحبيب لصحابه قولوا ليه نعم هو بيننا وبينك والمعركة مازال ما سالاتش، فاحد لنصر حاسم من الطرفين ونتوعدوا السنة القادمة. هنا كل فريق غادي يرجع للمعسكر ديالو، ورسول الله غادي يصيفط صحابه باش انهم يتفقدوا القتلة ديال المسلمين ويشوفوا شكون مات. 70 من المسلمين غادي يستشهدوا داك النهار. غادي يصيفط رسول الله صحابه باش يسولوا عن سعد بن الربيع، وقال لهم اقرؤوه مني السلام وقولوا لي ان رسول الله تيسولك كيف تجدك. فعلا لقاوه ما بين القتلة ولقاوه يستشهد وما يسولوه. قال لك رسول الله كيف تجدك كيف انت؟ قال لهم ابلغوا رسول الله مني السلام وقولوا ليه اني اجد رائحة الجنة، وسيروا عند القوم ديالي الانصار وقولوا لهم لا خير فيكم ان يخلص الى رسول الله وفيكم عين تطرف، لا خير فيكم ان يخلص لرسول الله وهو يموت. غيلقاو رجل اللي سميتو الأصير، شافوه في لحظاته الأخيرة اللي كانوا مدة طويلة تدعيو للإسلام باش أنه يسلم ولكن ما بغاش. قالوا ليه أجئت حدبا عن قومك أم أنك ترغب بالإسلام؟ قال لهم والله رغبت بالإسلام، آمنت بالله ورسوله وهو يموت. قال لهم رسول الله هو في الجنة ولم يركع لله ركعة. ما بين القتلى كان واحد الرجل يهودي اللي سميتو مخيرقة، قال للقوم ديالو اليهود أتعلمون أن نصر محمد عليكم حق، لا بد منكم أنكم تنصروه
هو ياخذ سلاحه. قالوا ليه يا مخيرقة إن اليوم سبت، قال لهم لا سبت، وإن أصبت فما لي لمحمد. يهودي غادي يقتل مع المسلمين. لما مات وشافوا رسول الله قال مخيرق خير يهود. أما رسول الله فاش شاف حمزة دمعت لي عيني، حيتاش شوه الجثة ديالو لدرجة أنه الأحشاء ديالو خرجوها من الجسد. وياه شحال بكى رسول الله وقال لم أصب مثل اليوم بمثل هذه المصيبة، وقال والله لا أمثلن بثلاثين منهم. وهنا أنزل الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. قال رسول الله اصبر وخلى الأمر لله عز وجل. جات صفية أخت سيدنا حمزة وعمت رسول الله كتقلب على أخوها، قال نبيل ولد الزبير ابن عوام ما تخليش الأم ديالك أنها تشوف خوها، إذا شفته ما غاديش تقدر تصبر. قالت ليه غادي نصبر. لما شفته صبرات وحتسبات الأجر ديالها عند مولانا، ما لقاو حتى باش يكفنوا هذا الجرح ولا القتلى. وهنا أنزل الله تعالى في هذه اللحظات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. غادي يحزنوا الصحابة وقال لهم رسول الله أنهم غادي يتبعثوا في القيامة وهو شهيد عليهم، ودابا هم راه أحياء في الجنة وكتفوح منهم رائحة المسك. وهنا طمأنوا الصحابة أن أصحابهم اللي تقتلوا وهم شهداء في سبيل مولانا رسول الله صلى الله عليهم، وكانت مصيبة أليمة بالنسبة ليه. وهذه كانت هي حلقتنا الليلة، كنتمنى انها تكون نالت اعجابكم. اما سؤال حلقتنا اليوم ما تنسوش انكم تجاوبوني عليه حيت شتكم تكاسلتوا، شكون هذا الصحابي اللي غادي تقتل في هذه المعركة نتاع احد وغادي تغسلوا الملائكة ما بين السماء والارض. دمتم في رعاية الله وحفظه، نتلقاو غدا في نفس الموعد بصحة فطوركم. سلام سلام.